وإلى أخبارنا المنوعة، فقد توفي نور حسن الذي يعتبر أثقل رجل في باكستان بأحد مستشفيات مدينة لاهور، وأشارت أنباء إلى أن حسن تعرض إلى نوبة قلبية ولم يتمكن طاقم التمريض الذي كان منشغلا بأحد المرضى في وحدة العناية المركزة من إسعافه. وخضع نور حسن الذي يصل وزنه إلى 330 كيلوغراما إلى عملية جراحية ناجحة لشفط الدهون الشهر الماضي، وقرر الأطباء الاحتفاظ به في وحدة العناية المركزة. وفي لحظة ما تغيب طاقم التمريض عن نور حسن لمدة ساعة بسبب حادث في المستشفى، ولم يكن نور حسن قادرا على المشي والحركة بسبب وزنه. وقد انتشر الشهر الماضي مقطع فيديو مصور لعملية نقله إلى المستشفى بواسطة طائرة هليكوبتر عسكرية.